اليوم عندنا أكلة من تركيا اسمها أجوكا، وهي مثل مقبلات نقدر ناكلها بالفطور الصباحي أو نقدر نسويها مثل فطائر هيجي ونخليها عليها وناكلها، أو كوجبة سريعة بين الوجبات أو بالليل واحد يريد يأكل فتشي خفيف على السريع يأخذها ويخليها على الخبز. طبعا الأكلة هاي كلش طيبة وطعمها فتشي رهيب، أنصحكم تجربوها، وبيها فوائد وطعمها كلش طيب، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. اليوم جيت لكم بأكلة جديدة وهي مقبلات تركية، وتقدرون تستخدموها بالأكلة الفطور الصباحي أو بالعشاء كأكل خفيف تمسحوها على الخبز وتاكلوه أو بين الوجبات. طبعا هي مكوناتها سهلة ولذيذة وطريقتها هم سهل، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. واسم هاي الأكلة أجوكا، وإلها يعني طرق هواية، بس هاي الطريقة كلش طيبة، جربوها إن شاء الله تعجبكم. وعاد جايات نسوي بقية أنواع الطرق لأن يختلف شوية المواد بيها. واليوم بالمكونات راح نستخدم فلفل أحمر حلو من هاي النوعية أكبر تصير، هذا عندي هنا كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص من هذا الفلفل. وهمين راح استخدم وياها فلفل أحمر حار، فأنا هنا راح استخدم نص هذا، بس إذا أنتوا تحبون تزيدون عليها هذا يبقى على مذاقكم أنتوا، إيش قد تحبون يصير هذا الأكل حارة لو لا. فأنا راح استخدم نص هذا الفلفل لأن راح هاي كلش حارة. وعدنا همينة هنا من ضمن المكونات عندي هنا ملح الكبير الخشن، عندي هذا ملعقة كوب متروسة من الملح الخشن الكبير، وعندي البابريكا الحمراء الحلوة ملعقة أكل متروسة، وهمين عندي السكر استخدم نص ملعقة كوب سكر، وراح استخدم وياهم همينة هنا نص راس ثوم. وللي موجودين هنا بالسويد يقدرون يشترون هاي النوع من الملح الخشن، موجودة بالإيكا، نوعيتها كلش زينة، نستخدمها بالطرشي وهاي الشغلات. وهمين راح استخدم وياهم هذا زيت الزيتون، طبعا انا راح استخدم هاي النوعية من زيت الزيتون لان ما بيها ريحة قوية، الاطفال ما ياكلون النوعية الثانية اللي تكون بيها ريحة قوية، فاذا انتو يعجبكم النوعية الثانية عادي تستخدموها او اي نوع من زيت الزيتون. واستخدم وياهم همينة هذا خل العنب الابيض، فاذا انتو عندكم خل تفاح تقدرون تستخدمون خل التفاح. وراح استخدم همينة اني الكرفس وياها، بس راح اخذ نص هاي الكمية اثرمها واخلي عليها، فاذا انتو تحبون تغيروها بالمعدنوس تقدرون تسوون. وهسا نيجي على طريقة العمل شلون راح نسويها. حتى نسويها ناخذ اول شي هاي الفلفل اني غاسلتهم وحاطتهم هنا، وراح اخذها اوديها اخليها بالفرن واقوم اشويها واتركها تقريبا مدة 10 دقائق الى ربع ساعة، واجي اشوفها طبعا اذا صايرة اطلعها وبعدين اخليها تبرد، اتركها الى ان تبرد زين تماما. خليها هسه ناخذ هذا نخليه بالفرن نشويها وبعدين نشوف ايش راح نسوي. وهاي الفلفل بعد ما شويتها وطلعتها من الفرن وقشرتها
طلعت كل القشور مالتها طبعا، وهمينا الحبوب اللي موجودة جواها طلعتها، بس باقي عندنا هذا الفلفل الحار، بس هذا بقى، هذا عادي يعني. بعدين هرقد هو راح أوخره أخليه هناك، وهسه راح أترمهم ترم بس شوية كبير مو كلش ناعم، ونشوف شلون راح نسويها. تحاولون كل القشور توخروها ما تبقون. هسه نقوم نترمها. ما نترمها كثير ناعم بحيث يصير هيجي. لقيتوا بيها بذور مالتها طلعوها لا تبقوها، حاولوا تتخلصون من كل البذور. طبعا ما يهم الشكل شلون تسوونها، لان هي بالاخير راح تندمج ويا بقية المواد ويصير بشكل بحيث يعني تقدرون تخلوه على الخبز وتاكلوه. هاي كل زينة هيجي، بعد ما يحتاج أكثر نسويها ناعم، نبقيها مثل ما هو ونخليها بالقاصة. ننزلها ونستمر البقية همينة، راح نسويهم بهاي الطريقة. هسه أنا أكملها وبعدين ارجع لكم. هسه بعد ما ترمناها هيجي نجيب الثوم، هاي النص راس ثوم، واذا تريدون تقللون من عنده انتو براحتكم. نهرسها عليها، نهرس الثوم نجيب المقلية كلها، نحاول نسويها كلها. هاي الكمية من الثوم كافية. هسه نخلي بيها الكرفس المفروم، طبعا انتو تقدرون تسووها بالمعدنوس اذا تحبون. وهاي الملح الخشن، سكر، بابريكا الحلوة، تقدرون تضيفوا لها البابريكا الحارة اذا تحبون. هسه راح نستخدم الخل، نخلي كمية ربع قلاص. هاي الربع مثل ما قلت تقدرون تستخدمون خل التفاح اذا عندكم، او خل العنب، يعني الخل اللي انتو موجودة عندكم تقدرون تستخدموه. هذا الربع نضيف لها زيت الزيتون نص جلاس، نفس الجلاس طبعا استخدمها اني حتى اعرف المقادير. هاي نص جلاس زيت الزيتون، هاي
هاي بعد ما خلصنا من عنده كل المقادير حطيناها ويا بعض، هسه نقوم نخلطهم ويا بعض. وتقدرون تشوفون طعمها وتشوفون الملح بي ايش يحتاج اكثر لو اقل، مثل كل مرة اقول انتو حسب التذوق مالكم للطعام. بس طبعا طعمها يكون روعة، جربوها راح يعجبكم هواية انا متأكدة. هي سهلة طبعا الخطوات ما بيها كل شيء، تسووها على السريع وتشيلوها، واذا تريدون كمية ضعفوها سووها اكثر وبعدين شيلوها خلوها الطرف. هاي بعد ما خلطناهم ويا بعض هسه راح نجيب لنا في البرطمان، بس هاي الزجاجة او القنينة شو تسموها اللي ينحفظ بيها الطرشي او اي شيء تسوونه من المربى، بس لازم يكون غطائها محكم، يعني لازم الغطاء مالها تكون هم نظيفة وهمينا تنسد زين. هسه نيجي نترسها. طبعا تقدرون انتو تسووها بشيشات اصغر من هذا، حتى اذا تحبون تفتحون وتخلصوا وما يبقى همينه هواية مفتوح ويخرب. هذا كلنا هنا نخليه. وهسه بعد ما ترسناها راح نسدها قوي كلش بالغطا مالها، لان يعني راح نقلبها فما اريد يوقع من عنده، وبنفس الوقت حتى لا يطبلها الهواء. بقالنا اخر خطوة نسويها حتى يخلص يصير كاملة وخلصانة هاي الشغلة، انه نجيب لنا جدرية وهاي نقلبها بيها البرطمان، وبعدين نجيب مي حار مفور نجب عليه، وبعدين نعوفها تغلي فد مدة بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. هسه راح نسويها سوا وتشوفون شلون راح نسويها. وهذا البرطمان أنا قلبتها هنا بداخل هاي الكاسترول، فأنتوا تقدرون تقلبوها بداخل أي جدرية عندكم، بس تسدون الغطا مالها قوي. وهسه راح أجيب ماي كلش حار متفور أخليه عليه وأتركها هي همينة تفور. نخلي عليه الماي الحار المتفور تقريبا للنص. للنص تقريبا النص الكاسترول ترستها، وهسه نتركها تفور على نار. هسه نطفي النار عليها ونتركها تبرد. بعد ما طلعتها من المي الحار عفتها هيجي منقلبة، ابد ما راح اعدلها تبقى على هذا الشكل. نعوفها هيجي الى ان تبرد تماما، وبعدين ناخذها نخليها بالثلاجة ونعوفها لحد باكر. طبعا ابد ما نقلبها، مثل ما هي نحطها بالثلاجة، وباكر الصبح ان شاء الله راح نقلبها بشكلها الطبيعي تصير يعني، ونطلع من عنده وناكل ونشوف شلون يكون شكلها النهائي. هذا الشكل النهائي لها تكون هيجي، وطبعا طعمها فد شي رهيب كلش طيب. جربوها وراح تحبونها وراح تعيدوها كل مرة تسوونها، واكيد تقدرون تغيرون بالمقادير تزيدوها وتنقصوها. وهمنا اللي يحب يعني يخلي بيها فلفل حار اكثر خلي بيها، لان يعني انا ما حطيت هواي بيها، شوية الاطفال ما ياكلون، بس انتو تقدرون تزيدون الفلفل الحار بيها الأحمر. إن شاء الله يكون هاي الأكلة عجبتكم،
وألف عافية عليكم، ولا تنسونا بالشير واللايك والاشتراك، وأشوفكم على خير بالفيديو القادم. مع السلامة.